السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة المستقبل؟ عاملين ايه؟ ده الستودنت اطلس الصور. طبعا الدكتورة وضحت انه الامتحان هيكون عبارة عن كيسز، والكيسز جنبها صورة، فانت ممكن تعرف الاجابة من الصورة وممكن تعرفها من بس مجرد قراءتك للكيس. هما الاتنين بيكملوا بعض، يعني بتتأكد منهم هما الاتنين او حتى بتعرف منها لوحدها. وهي كيس وبيكون تحتها 4 أسئلة، والأسئلة هي نفس أسئلة الامتحان النظري. يعني هيسألك برضو مثلا في differential diagnosis، هيسألك أصلا طبعا أول حاجة هتكون اللي هو identified lesion ده، إن هو ده إيه، وبعد كده يسألك على treatment، بعد كده يسألك على مثلا predisposing factor ليه، طب بيسألك على حاجة قريبة منها. وهناخد يعني أمثلة وإحنا ماشيين على قد ما نقدر يعني، ونعدي عليها سريعا الصور بحيث ان هي كلها تبقى ريكولد كده في ذاكرتك. هو مقسمه تقسيمه لطيفه جدا، ان هو مقسم كل مجموعه ليجنز بمسمى. يعني مثلا احنا هنبتدي دلوقتي باللي هي ليجنز اون سكالب. يعني انت لما تشوف قدامك شعر او تشوف قدامك راس، فانت هيبقى في دماغك حاجه من دول. اول حاجه السكيلي تينيا كابيتس، اكتر صوره مشهوره اللي هي الصوره دي. دي اكتر صوره مشهوره ومهمه، ودي اللي يعني موضع امتحانات السكيلي تينيا كابيتس. اعرفها ازاي؟ اولا هنلاقي ده الشعر، وهنلاقي فيه بلاك دوتس زي ما انتوا شايفين كده. ده مش نورمال سكالب، ده فيه انفكشن، علشان هنفرقها ما بين هي والالوبيشيا. ولما ناخدهم دلوقتي الصور كلهم، يعني لما نشوفهم كلهم نقعد بقى نقول هنفرق دي من دي ازاي ونعلمهم ببعض. المهم مبدئيا لو ركزتوا هتلاقوا ان هي منطقة مفيش فيها شعر، ولكن المنطقة يعني السكالب دي مش نورمال، في انفكشن. هنا برضو كذلك، دي نوع تاني اللي هو البلاك دوت تينيا كابيتس، وده بيكون انه البروكن هير بتكون اكبر واوضح من هنا. يعني هنا في سكيلز اكتر منها، هنا البلاك دوتس دي برضو بلاك دوتس. الكيريون اللي هي كانت في النظري كانت اللي هي بوجي سويلينج، وبفرق بينها وما بين الابسس، فبلاقي هي عامله زي اهي بوجي سويلينج، ده سويلينج في الهيد بتاعت الطفل. غالبا التينيا كابيتس دي ديزيز اوف تشيلدرن يعني، وبتكون شبه الخراج او حاجه ورمه في راسه. ماشي، هنا كذلك، وهنا برضو يعني هنا واضحه قوي قوي قبه كده. ده يعني دي مش عليكو قوي، مش هتيجي، بس هي دي فكرة ان يعني السيفير فورم. دي الفيفس عليها، ده مميز قوي قوي اللي هو الاسكاتيولا. الاسكاتيولا كنا متفقين ان هي دي حاجة كاركترستيك او باثوجنومونيك للفيفس، الحاجة القشر الاصفر ده. هنا مجمعهم لك تاني الاربعة، وبيقول لك ان انت هتعمل لهم ازاي differential diagnosis عنهم عن بقية الامراض التانية، ان هو بالوودز لايت، وده اللي هو الجهاز بتاع الوودز لايت. لما بتحطه على الشعر بيطلع لك اللون الاخضر ده green fluorescence color. وقال بالمايكروسكوب، دي يعني مستبعدة قوي ان هي يجي لك انه مايكروسكوب سبور. لا، هو لما هيجيب ممكن يجيب لك الوودز لايت فعلا ويسأل مثلا عليه سؤال، او هيجيب لك صورة يا اما الفيفس يا اما واحدة اللي هي الكيريون دي بلاك دوت والسكيلي. تمام، ده كده دي التينيات اللي هي تينيا كابيتس. نيجي للالوبيشيا ارياتا، دي برضو شعر وجزء منه فاضي، ولكن هنا هنلاقي كده اللي هي الزلبطه كده بتاعته. الزلبطوطه نورمال هيلثي سكين، هنا نورمال هيلثي سكين اهي، عادي خالص السكين ما فيش فيها اي حاجه. تمام، انما هنا شايفين السكالب فيها انفكشن او فيها شكل، فيها حاجه مش نورمال. دي الالوبيشيا ارياتا، هيقول لك الباثوجنومونيك ساين مثلا بتاعها، تقول له اكسكليميشن مارك. ودي برضو الالوبيشيا ارياتا بتبقى نورمال سكين. اوفيزيز اللي هي كانت اللي يكون زلبطه او مينلي الهير لوس بيبقى في عند السكالب من ورا، ودي الالوبيشيا ارياتا في البيرد بتاعت ميل. هتلاقوا برضو المثلث ده ابيض جدا ناصع وهيلثي سكين، وبقيته فيه شعر عادي. دي توتال الالوبيشيا، وده يعني ان انا لما هبص كده هلاقي فيه حواجب وفيه رموش اهي. انما اليونيفرسال دي اللي هو مفيش في اي جسم، مفيش اي حاجه، مفيش اي هير نهائي، مفيش حواجب ولا رموش. طيب، فاحنا كده خدنا الالوبيشيا وخدنا التينيا كابيتس. ثالث حاجه بقى السيبيريك درماتايتس. السيبيريك درماتايتس هلاقي ان هي محمره
وفيها القشر الخفيف ده، بس دي ما تلخبطكش بينها وبين الفيفس يعني. بس هي سيبيريك درماتيتس اللي هو انفلاميشن في السكين، فلاقيها محمره، هلاقي الغالب عليه احمرار. هنا برضو السيبيريك درماتيتس دي بقى اللي هو القشر، اللي هي قشره الشعر دي، دندرف عادي يعني. و هنا اهي على رموشها في القشر اهو، وهنا يعني بيقول لك ان على حاجبه في قشر وفي احمرار وكده. وما هي عند الانف اهو، احنا متفقين اصلا السيبيريك درماتيتس دي معناها حساسيه دهنيه، فاي مكان فيه سبيشس جلاند هتتقشر وتحمر بالمنظر ده. هي دي الاماكن الكومون سايتس، ممكن تبقى في الانترتريجنس اريا زي الاكزيلا. دي الصوره دي اللي هي ورا الودن، ودي في الترانك. احنا قلنا ان هي بتاخد يعني بتخبط نص الوش، فهي بتاخد نص الجسم اهو، والترانك في بين الاسكابيولا وهنا جنب الاسترنم وورا الودن، وفي نص الوش اهو عند النوز وعند اللبس زي ما احنا شايفين. تمام، بعد كده نيجي للسورايسز. السورايسز ده والله تعرفه كان ايه؟ كان سكيلي بليك، صح، بابيلوسكوماس ديزيز. فهو كان البرايمري ليجن بتاعه بليك، وكان عليه سيلفري وايت سكيلز زي ما احنا شايفين كده، وكان موجود في الاكستنسور سايتس على الني على الالبو هنا بتوين يعني ورا الودن كده وعند الشعر. فعشان كده يعني جايبها لك في السكالب، مش عارفه ليه بسحب كلامي انه مقسمه تقسيمه حلوه. المهم ان السورايسيس كانت الباثوجنومونيك ساين بتاعها ايه؟ الاوزبيتس ساين، اللي انا لما اعمل سكراتش بالجلاس سلايد او انا اضغط عليها هيطلع سبوتس اوف بليدنج. دي ديسكويد لوبس ارثيماتوزس اوف ذا سكالب، مستبعد قوي ان تيجي صوره زي دي يعني، لا مش ده مش موضوع سؤال خالص في قسم الجلديه يعني. هنا البيتيجيلوزيس كابيتس هتلاقي راس شعر كامله مفيش فيها اي ليجن، ودي الحاجات المتطايره دي، ده اللي هو السبان او النتس بتاعه البيتيجيلوزيس اللي هي الامله، البيض بتاعها ده شكل الامله، وده شكل وهي لازقه في الشعرايه بصمغه كده البيض بتاعها. ده بيتيكيلوزيس شكل سيفير، اهي الامله اهي بيشاور عليها بسهم الاحمر، وبرده يعني ما دقتش بيه. هو لو قلنا في حاجه مهمه هنا هتبقى السورايسيس طبعا مهمه جدا، السيبيريك درماتيتس سيكا، والالوبيشيا مهمه هي والايه والسكيليتينيا كابيتس. تمام ادي احنا كده يعتبر خلصنا اول بورت. بعد كده هو مقسم لك البورت التاني، بيقول لك سكين ليجن ذات مانيفيستد باي ايتشينج، يعني حاجات بتيجي بالهرش. الاتوبيك درماتيتس احنا شايفين هنا ده خد البيبي ووشه كله عامة. الاتوبي احنا اتفقنا اتوبي يعني ايه، لما نقول شخص اتوبي يعني شخص عنده جيناتيك او حاجة بريدسبوزد ان هو عنده حساسية الرجي وعنده من كل حاجة، يعني مثلا بيبقى مخلط كده، هو بيبقى تراياد لو تفتكروا، بيكون عنده أزمة، عنده allergic rhinitis، عنده hay fever، عنده atopic dermatitis. تمام، فهو شخص بيكون حساس من كل حاجة. هنا واضحة صورته في الخد هو في الفيس، لأن احنا كنا قلنا أصلا إن الatopic dermatitis كانت ثلاثة فيزيس اللي هي infantile و childhood و adulthood، وانت ممكن هتعدي بالثلاث مراحل بعمرك لما بتكبر. يعني انت لو كان عندك infantile atopic dermatitis فلما هتكبر عند من سنتين ل 12 سنة هيبقى اسمك childhood atopic dermatitis، وبعد كده adulthood، وممكن يجيلك infantile وبعد كده تخف خلاص ما يتوصلش للchildhood، ممكن تبقى في childhood تبقى في adulthood، ايا كان. مش عايزه ادخل في تفاصيل كتير يعني، ولكن ان الانفانتايل لما يبقى وش بيبي فالانفانتايل اللي هو من شهرين لسنتين ده كان السايت الفيس وبارتيكولي التشيكس، يعني كان متركز في اكتر حاجه في خدوده كانت عباره عن ريسيماتس بليكس خلاص، وبتعمل كراستيشنز وكده. في التشايلد هود بقى بتكون اكتر في الانتي كيوبيتال فوسة، بوبلوتيا الفوسة، حوالين البق. تمام، وما بتجيش طبعا في الجروين والاكزيلا، انما في الادلت هود بتكون اكتر في الفليكشرز كده. احنا جبنا التلاتة. تمام، فهي لما الاقي صورة طفل صغير يعني ده وش بيبي وده وش بيبي ده وش بيبي كل دول بيبي، ويكون في خدوده ومحمر قوي كده، فعلى طول احط في دماغي ده انفانتايل اتوبيك درماتيتس. شايفين هنا ده احنا ده ادلت اللي هو فين؟ لانه موجود في ال سوري ده في تشايلد هود، لانه موجود في البوبلوتيه الفص خلاص، ودي حوالين الماوث اهي، ده كده من سنتين ل 12 سنه. نيجي بقى ودي برضو في الكيوبيتال الفص، انما دي
المنظر ده اللايك انفكشن ده، ده ادلت لايك انفكشن ده، شايفين ده ادلت تمام. فهو جايب لك يعني كل المراحل اهي. يبقى طفل صغير خدوده حمراء كيوت جدا اهو، ده الانفانتايل اتوبي، ده التشايلد هود اللي هي موجوده في الانتي كيوبيتال والبوبليتيه الفصه واراوند الماوس والاير تمام. لايك انفكشن بقى، ولقيت ان الجلد السكن ريدجز كده بقت يعني مغلظه بشكل ما، يعني شايفين هنا عامله ازاي. ده بقى من كتر ما هو بيهرش بقى من وهو عنده شهرين سنتين لحد ما بقى اكبر من 12 سنه. فمتخيل الفتره دي كلها انت عامل كرونيك اريتيشن، ده تعريف اصلا اللايك انفكشن، انت عامل كرونيك اريتيشن وايتشنج. المهم بعد كده كونتاكت درماتيتس. كونتاكت درماتيتس ده برضو عشان نفتكر هو كان ايه، كان ان انا لما بيحصل كونتاكت مع حاجه بيحصل لي انفلاميشن في السكن، حاجه بتلمسني بيحصل لي انفلاميشن في السكن. طيب هل المشكله في الحاجه ولا المشكله فيا؟ لو المشكله في الحاجه كان اسمها اريتانت كونتاكت درماتيتس، ان الحاجه دي اصلا ماده من اول مره لو لمست اي حد على الكره الارضيه بني ادم ومش بني ادم هتاذيه، دي اسمها اريتانت، الماده هي اللي وحشه. طيب لو انا اللي فيها حاجه، يعني كل الناس مثلا بتلبس الحلقان عادي، بتلبس السليبرز عادي، انا جيت البسه بقى عمل لي ان انفلاميشن في السكين بتاعتي وعمل احمرار و و، يبقى ده اسمه اليرجيك كونتاكت درماتيتس، ده اميونيتي، يعني انا عندي مشكله. فهنا مثلا اهو صوره ان حد كان لابس، حتى كانت لابسه اللي هو بصباع كده جالها حصل لها انفلاميشن هنا تقريبا، انت مش عارفه كان لابس حزام ولا ايه او ايه الخط ده. هنا هي واحده اللي هي بتقول لك يعني الحلق عمل مكانه هنا، وده ده برضو التوكة الحزام. انما الايد اللي فوق دي، فالايد اللي فوق دي اصلا ده سترونج اريتنت، ده اللي هي الوشر وومن هاند اللي هي بتاعت اللي حصل لها اكزيما من كتر ما هي بتغسل بالصابون وبالمواد المنظفات زي الكلور والديتول والحاجات دي كلها، شايفين ايديها متبهدله جدا، فدي اريتنت. وهيجيب لك الصوره مثلا بتاعت الحلقه وكده، هم يعني قسم عايز يسهل علينا، يعني مش عايز ان الدنيا تبقى صعبه. ده باتش تيست بعمله علشان اشوف الحساسيه وانواع الحساسيه وكده. هنا بيعد لك الصوره تانية معجب بيها، دي بقى اللي هي ديسكويد اكزيما. ايه الديسكويد اكزيما؟ هي اكزيما وعلشان هي شبه الديسك حرفيا مدوره يعني اهي، فهي اسمها ديسكويد اكزيما. اي ده المنظر بتاعها، شايف هي ديسك كده، ديسك دي ديسكويد اكزيما. ودي برضو لا مش هتيجي، صعب صعب ان هي تيجي. ارتكارية، لا الارتكارية مهمة. الارتكارية دي اللي هي البرايمري ليجن بتاعها الويل، ممكن يجيبهولك، ممكن يقولك الويل ده تعرفه ايه ويجيبهولك، نفس اسئلة الام سي كيو اللي انتو شايفينها في السنين السابقة. ده منظر الويل او الارتكارية، اهو دي الاورديناري ارتكارية. بعد كده كان فيها كلينيكال تايبس، فهو بيقولك ان الكلينيكال تايبس اللي هو ديرموجرافيزم. يعني ايه؟ يعني انا لما اكتب جراف او ارسم يعني جراف على الديرمال بتاعك، الدرمس جلدك هيتكتب، فبقى اسمها ديرموجرافيزم. فمثلا انت كاتب هايف، هايف دي اصلا معناها ارتكاريا او معناها حساسيه بس يعني مصطلح اخر، وهنا عامل لك خطوط اهو. بعد كده الكولد ارتكاريا، ان انا اشوف لما حطيت الثلجه احمر حواليها بالمنظر ده، ودي اسمها كولد ارتكاريا. وفي انواع تانية بس هو اختصر عليكم ما جابلكش الصور دي، وزه مش هتيجي طبعا. وبعد كده ندخل على الاسكيبس. الاسكيبس طبعا الجرب ده اكتر حاجه بتهرش، يعني اكتر حاجه بتهرش. ده شكل السركوبتس سكيبياي، وطبعا البرايمري ليجن بتاعها اللي هو البارو او الفرو، وهو بيكون فين؟ الموست كومن سايت بيكون اللي هو في الويب بتاع الفينجرز، هو بيحب الثين سكن تمام، فهيبقى غالبا في الايد زي كده، كل الصور عباره عن ايد. وده لما بيجي في الانفانتس بيجي علشان الانفانت كلهم يعني كلهم السين سكن كده وجلدهم طري ولطيف، فبيجي في البالم. انما في الكبار عمره ما هيجي في البالم، لان البالم بتاعنا يعني هو ناشف تمام. دي برضو كلها صور ايد، كلها صور ايد. هنا برضو في السول بتاع البيبي برضو هتلاقي طفل صغير، يعني الفكره كلها انه بيبي. دي في الجينيتال اريا، دي بقى سكيبس في الجسم كله. ده طبعا عشان هو طفل صغير فبالنسبه له يعني ايه جسمه كله ما شاء الله سوفت سكين بقى، وانتوا عارفين الاطفال عاملين ازاي. انما ككبار هتلاقي الصور عباره عن الايد او الجينيتال اريا. وزه تاني، البابيولر ارتكاريا. البابيولر ارتكاريا دي اللي هي كانت ارتكاريا بسبب قرص الناموس، صح؟ يعني حد اتقرص من ناموسه وبعدين ايه هرشته وعملت له مشاكل. فاحنا مش محتاجين انا اقول لك ان دي قرصة ناموس، يعني احنا كلنا بنتقرص من ناموس، معرفش كلكم بقى او في حد عنده البابيولار ارتكاريا ولا لا، بس انا شخصيا شفتها يعني
يعني هي بتكون كده مكان قرصة الناموسة كده بتسيب علامة اهي، وبتكون طبعا في الاريا اللي هي واضحة اللي هي مش مستخبية، بتكون في الاكستنسور سيرفيس، بتكون في الاطراف ايدي ورجلي. تمام. طيب كده احنا خلصنا الايتشنج، يبقى احنا خلصنا الحاجات في السكالب من تينيا ومن الوبيشيا ارياتا ومن سيبوريك درماتيتس ومن البيديكيولوزيس، وهو حط السورايسيس في النص لسبب لا يعلمه الا الله. وخدنا كمان الحاجات اللي بتهرش كلها بقى ارتكاريات وحساسيات والسكيبز الجرب وكل الكلام ده كله خلصناه. نيجي بقى في ايه؟ في ليجن اللي بريزنتد باي فيزيكلز وبولي، ودي لطيفه جدا. يعني الليجنز الفيزيكلز والبولي دي الحاجات اللطيفه كلها، ودي ممكن يعني نقدر نقول ان دي اهم واحده، دي اهم واحده يعني موضع اسئله لطيف. يعني اول حاجه النون بولس امتايكو، يعني نون بولس يعني لسه ما كونش بولي، فهو اخره فيزيكلز وسايبه كراستيشن، دي برضو بتكون صوره طفل. فانا مثلا دلوقتي لما اشوف قدامي صوره طفل وش بيبي صغير هيجي في دماغي حاجتين، الاتوبيك درماتيتس ونون بولس امتايكو. هتقولي هتلخبط بينهم، اقول لك والله النون بولس امتايكو يعني هو باين عليه ان هو انفكشن وشرس جدا، وشكل البيبي هو ده مش كيوت خالص، انت لو شفت ده مش حاجه كيوت. انما التاني كان اللي هو التشيكس بتاعته حمراء وكانه يعني ايه احمر الخدين. تمام. فده الفرق بينهم، ده هنا في مناخيره تحس مناخيره متاكله يا عم، وفي كراستيشنز اللي هي اليالو كراستيشن زي ما، لا ده مش شكله فوتوجينيك خالص. وده كذلك النون بولس، شايفين عامل ازاي اهو، حتى الطفل حزين يعني هو زعلان، يعني طفل زعلان يبقى نون بولس امتايجو، انما طفل عادي او خدوده بس هي اللي حمراء تبقى اتوبيك درماتيتس. ده بقى البولس، هي بتبقى فلاسد بولي بالمنظر ده. تمام. هي البولي عباره عن اهي، دي فلاسد بولي وبتفرقع بعد يومين ثلاثه وتسيب مكانها كراستيشنز. ده المنظر ده، دي واحده مفرقعه ودي بولي لسه موجوده، ودي شايفين اهو قشر اهو، يعني شايفين مفرقعه. البولة دي لو كان حد اتلسع قبل كده وهو مثلا بيمسك حاجة سخنة ولا وقع على ايده مية سخنة، يعني بعد الشر علينا جميعا، بس يعني لو حصل بتلاقي كده ايدك عملت بقليل بقليل بقليل، هي البقليل دي هي البولي وما تفرقعهاش وتحط ايدك تحت المية. المهم البولس امتايجو اهي، ده برضو نفس المنظر. وبعد كده الاكزايما، احنا كنا قلنا ان الاكزايما دي يتعتبر ككمبليكيشن. تمام. اللي هي بتكون سيفير ودي اللي بتسيب سكار، دي اللي بتهيل وز ايه وز سكارينج اهي. تمام. تاني موضوع بقى مهم قوي قوي، الهيربس. يعني الهيربس انا عايزين نقول ان هو قد ايه مهم. ممكن يجي لك السيناريو، علشان طبعا الهيربس احنا عندنا ده اللي هو الجينجيفوستوماتيتس ده الموست كومن، وعندنا الكريتو كونجنكتيفايتس والانيكيوليشن هيربس، وده برضو الانيكيوليشن اللي هي الهيرباتيك وتلو، ودي الاكزيما هيرباتيكم. هو هجيب لك صوره الاتوبيك درماتيتس تاني اهو، بيقول لك يعني ان هو بيبتدي باتوبيك طفل اتوبي، ولو جاله هيربس بقى بيقوم جاي ينتشر في وشه يبقى شكل سيفير جدا. وده برضو اكزيما هيرباتيكم، وده الجينيتال هيربس، هي فيزيكلز على اريثماتوس بيز. اللي بيجي بقى بيجي الريكورنت، يعني يجي الريكورنت يجي لك مثلا كيس سيناريو زي ما هنقول دلوقتي مثلا، اللي هو ايه راجل عنده 36 سنه او فيميل في كليه الطب عندها مثلا 25 سنه، بسبب ستريس الامتحان حصل لها جالها burning sensation في الأبر ليب، وبعد كده حصل appearance lesion اللي انت شايفه قدامك ده. البيشنت gives history of similar lesion many times before، يعني بيقولك recurrent، بيقولك حصل لها stress و burning sensation، وفين؟ في الليب أبر ليب على شفايفها الجينجيفوستوماتيتس يعني. وان هو جالها بسبب الستريس وجالها قبل كده، على طول هيجي في دماغك وطبعا هيجيب لك صوره بق شفايف وعليها فيزيكلز، خلاص تبقى هيربس سيمبلكس. هيقول لك البروبابل دايجنوز ايه؟ تقول له هيربس سيمبلكس. يقول لك مثلا الليجن ده كان بريسيبيتيتد باي اول اوف ذا فولينج اكسبت، هيقول لك مثلا الفيفر، هيقول لك ميكانيكال تروما سان اكسبوجر ايموشنال ستريس، كل دول بيعملوا، لو لقيت سبب غير دول يبقى هو ده الاكسبت بتاعنا. طيب هيقول لك العلاج بايه؟ العلاج والله توبيكال اسايكلوفير. امتى ادي اسايكلوفير مش توبيكال اللي هو سيستميك؟ حبايه وكده هديه في الجينيتال، هدي في الاكزيما هيرباتيكم، لان دولات الحالات الايه السيفير. دي برضو الصوره. طبعا الهيربس بيكونش بالمنظر ده، يعني هو بيكون بس جاست، مش هيجي الصور البشعه دي، هيجي مثلا صوره هتكون اقرب ما يكون لدي، بس هتكون في الابر ليب مثلا وتبقى فيزيكلز صغيره كده. هي فكره ان انت بص عملت زوم كده، هي فيزيكلز واريثماتوس بيز، وهتعرف من الكيس سيناريو زي ما اتفقنا. هنا واضحه قوي في الجينيتال هيربس، هي فيزيكلز اللي هي
فيزيكال صغيره جنب واحده جنب واحده، جروب ده هو فيزيكال على اريثمات سبيس. بس ده كده الهربس. طيب التشيكن بوكس هفرق بينه وبين ازاي؟ ان هو فين؟ ان هو سنتري بيتل على البادي اكتر، بيكون يعني هو ديسكريت، فهم بعاد عن بعض، يعني هي فيزيكلز بس مش جروب، لا هم ديسكريت. وكمان ان هو بيكون في الترنك اكتر بكتير من الفيس. طبعا هنا هو حطه لك في الفيس بس انت ما شفتش الترنك بتاعه عامل ازاي، يعني انت تخيل ان ده الفيس فاكيد الترنك بتاعه هيبقى اضعاف مضاعفه. دي كل ده تشيكن بوكس، يعني بيقول لك ان هو بيظهر في كمان في الميوكس ميمبرينز، يعني في الحلق والبلات وكده. ده بقى الهربس زوستر. والهربس زوستر اللي هو الحزام الناري هو بيكون اهم حاجه الفيرست اللي هو البين بتاعه، وزي ما احنا شايفين هو الثراسك ريجن، وهنا برضو ثراسك، وطبعا ده الموست كومن سايت، وبعد كده بيبقى سيرفايكل، وبعدين لامبو ساكرال اخر حاجه. تمام. دي الفكره اهي، جروب فيزيكلز. وهنا هو جاي من قفاه وجاي، يعني ده السيرفايكل، وبيقول لك يعني هو شايف هو جاي من النص بالظبط وجاي ناحيه واحده، عشان اللي فكره الدرماتومال ديستريبيوشن، يعني هو موجود هنا في الناحيه دي والناحيه التانية بتكون كلير تماما. ده برضو اهو سيرفايكل. بص تلاقي ان هو محمر، الجلد محمر، شايف اكن في خط مرسوم هناك، الجلد نورمال سكن ولونه طبيعي، وهنا محمر وعليه الايه المنظر اللي احنا شايفينه ده الفيزيكلز وارثمات سبيس. ده في السكالب برضو، انا يعني بيقولك ان ده درماتومال، اكيد الصورة دي مش هتيجي. ده في وشه، وحتى ده ممكن نعتبره سيفير شوية شويتين، يعني لان الفيزيكال زي جواها بلود وفيها جواها اسود. هنا ده علشان يعني اكد لك ان هو واخد نص الوش بالظبط زي اكنك مسطره، عشان اللي هو اليونيلاترال او اللي هو الدرماتومال ديستريبيوشن. هو هنا نفس الشيء، دي الجانجرينس، دي بقى السيفير جدا الجانجرينس، شايفين فيه جانجرين، الاسود ده جانجرين، وده كومبايند، يعني هو شايف في جسمه برضو فيه ليجن. تمام. يعني هو عنده فاريسيلا وعنده الهربس زوستر الاثنين، وهو واضح من الرفع اللي هو فيه ده ان هو عيان كانسر عنده كاشكسيا. ده بقى السكار او الهايبو بيجمنتيشن اللي بيسيبها الهربس بعد ما بيمشي، بيسيب مكانه ديستريبيوشن بالمنظر ده. دي الهيموراجيك برضو، الهيموراجيك. دي الرامسي هانت سندروم اللي احنا كنا بنقول فيها تراياد، اللي هو الايربين وفي فيزيكلز وفي الفيشيال بولسي، يبقى ايربين وفيزيكلز وفيشيال بولسي، الثلاثة دول اللي هو رامسي هانت سندروم من الهربس زوستر. بيضرب ايه؟ بيضرب الجينيكوليت جانجليون. دي برضو هتلاقي صورة ودن، متلاقي مفيش ودن في المنهج كله غير دي، يعني في ورا الودن اللي هي الايه السيبوريك درماتيتس، بس الودن ان يجي لك الاوريكل بالمنظر ده وفيها فيزيكلز، ده الرامسي هانت سندروم. بيعيد الصور تاني، بيعيدوا هنا بيقول لك يعني درماتومال. هنا بقى دي البولي اللي هو البنفجس، اللي هو البنفجس فالجاريس، البرايمري ليجن بتاعه كان بولي، وكان في النيكلوسكي ساين بوزيتيف، وكان العلاج بتاعه ان انت توديه لاقرب درماتولوجيست وبيتعالج بكورتيكوستيرويدز، لان هو عباره عن ايه؟ عباره عن اوتو اميون ديزيز. الاوتو انتي بودي بتضرب ايه؟ بتضرب البريكل سيل لاير وتكسرها، بتكسر السباينز والتلزيق اللي بين الديرمز بتاعنا. الابيديرمز بيفك اللزق، فلما يفك اللزق بيتملى ميه بينهم. تمام. بتعمل البولي الليجن ده. other skin disease اللي present with physical وبولي زي الاكيوت اكزيما دراج اروبشن اللي هو الفيزيكال وبولاس تايب، والاريثيما مالتي فور ده دراج اروبشن. تمام. الفيزيكال وبولاس تايب، وده الستيفن جونسون سندروم او اللي هو التوكسيك ابيديرمال نيكروليسيس اللي هي برضو فيها البوزيتيف نيكلوسكي ساين. دي على فكره البوزيتيف نيكلوسكي ساين، شايفين الجلد متقشر ازاي زي الورق اللي هو السلوفان، ان انا لما اشد الجلد او اقرص عليه يقوم جاي يعني يتشد معايا كده بالمنظر ده. طبعا الستيفن جونسون سندروم دي اللي هو 10% من مساحه السطح، اما التوكسيك ابيديرمال نيكروليسيس دي لو اكتر من 30%. السكن ديزيزز اللي بتبريزنت ويز نوديولز، فنوديول البويل او الفرانكل، الاريثيما نودوزم، نوديولو سيستيك اكني، اللوبس فالجاريس والبروماتوس لوبلاسي. دول حاجات هتشوف الليجن هيكون عباره عن نوديول. ايه هي النوديول؟ نوديول ده يعني ليجن اليفيتد عن الجسم وكبير
وديبلي سيتد. ديبلي سيتد يعني انا لما امسكه احس ان هو جواه حاجه اكسبريسبل كمان ماتيريال. ماشي. لا السيست هي اللي جواها اكسبريسبل ماتيريال سوري، انما النوديول هي ديبلي سيتد. كلمه ديبلي سيتد هي المميزه في النوديول. البويل زي ما احنا شايفين او الفرانكلز اهي، البويلز او الفرانكلز دي عباره عن انفكشن من الاستاف، وبتكون في الهيري اريا زي ما احنا شايفين في المنطقه فيها شعر. هنا برضو هتلاقي الصوره فيها شعر، هنا برضو الصوره فيها حواليها شعر. الاريثيما نودوزم كانت في التشين اوف تيبيا، ده الموست كومن سايت، وكان مميز فيها قوي النودوزم دي ان هي بتهيل لايك بروزس يعني زي الكدمه، ممكن تلخبط بينها وما بين ان هو وقع على ركبته مثلا او كده طفل بيلعب كوره اتشاطت مثلا في رجله او حاجه، دي برضو الاريثيما نودوزم هتجي لك تشين اوف تيبيا. الاكني فالجاريس اهو ده السيفير طبعا، طيب لان في نوديولز بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طيب الكالر بقى تشينج في الكالر اللي هو هايبو بيجمنتد وهايبر بيجمنتد ليجنز، دي البتريزس فيرسي كالر شايفين الابيض وفي لون اغمق هنا، دي الهايبو بيجمنتد. الهايبو بيجمنتد اللي في النص ده نورمال سكين كالر، والنقط البيضه دي هي دي البتريزس فيرسي كالر. وطبعا احنا قلنا ان هي بالفيرسي كولر دي اللي هي بملاسيزيا فرفر بيفرفر من هدومه في الصيف في الحر، فهي بتبقى شبه التي شيرت ديستريبيوشن، هي موجوده في الترانك مينلي يعني كانه تي شيرت نصكم. كذلك هنا برضو دي هايبو بيجمنتيشن وده هايبو بيجمنتيشن، دي بقى هايبر بيجمنتيشن شايفين، دي بقى اللي هو اللون اغمق، السكن هي اغمق من السكن، هنا دي افتح من السكن، دي برضو غامقه اهي ده المنظر بتاعها اهو. بتريزس عشان هي فيها نخالة قشر، في الصورة دي شوية موضحة القشر، بس هو لو هيجيب لك الصورة هيجيب لك صورة واضحة، هيجيب لك صورة الشيست كده بالظبط تمام، مش هيقوم عامل لك زوم على ليجن يعني بالمنظر ده، لا دي اهي بس كبيرة شوية البيجمنتيشن هايبر بيجمنتد. دي بقى اللي هي محمرة الاريثيماتوس، انا برضو الاريثيماتوس بيعيد الصور اصلا، بيقول لك ان الودز لايت هيطلعها لك ان هي يلو فلوريسنس، ولو عملت لها سكرابينج هتطلع طبعا السبورز وشورت هايفي، لان هي اي بتريزز فيرتي كولر ده فانجل انفكشن. طبعا مش هيجيب لك المنظر ده ما تقلقش، هو مش هيجيب لك السكرابينج تحت الميكروسكوب والحاجات دي خالص. البتريزز البا دي اللي هي البقع البيضه اللي في خد الطفل دي اهي، هنا اهي اهي دي البقع البيضه هنا، وفي بقع بيضه جنبه هنا، ودي انديكيتور ل انفكشن داخليه غالبا تو ابرازيتك انفكشن، ملهاش اي اهميه خالص يعني مش عليكم قوي. وكمان كان يقال ان هي بسبب ديفيشنسي مثلا في الاطفال وبتاع، بس هو لا ملهاش اي علاقه، ده هي انفكشن عادي خالص، وغالبا بيبقى انفكشن داخلي يعني، وبتبقى دي حاجه مناعيه كده على الوش تعرف ان الطفل ده عنده حاجه جوه يعني. الاريثرازما طبعا مهمه جدا اللي هي الكورال ريد كولر، وان هي زي ما احنا شايفين كده بتيجي في الاجزيلا، بتيجي في الانتر ديجيتال، بتيجي في الجروين اريا، وطبعا انتوا لسه متحنين في الديفرنشال دايجنوسس بتاعها في النظري، مش عايزين نقلب المواجع. فبس نيجي بعد كده كبيجمنتيشن تاني، الفيتيلجو طبعا اللي هو البهاق، الفيتيلجو عباره عن دي بيجمنتد تمام، فزي ما احنا شايفين كده في دي بيجمنتيشن يعني هي بيضه بياض ناصع، مش مجرد اختلاف لون ان هو افتح. فهنا بالمنظر ده هتقولها فرقها ازاي وبين الهايبو بيجمنتد ليشن وبتاعها، اقول لك والله لا يعني المكان بتاعها يعني شايفين هي موجوده في القلب، وكمان مساحه سطح كبيره شويه، وبتبقى باتش كبيره غير التانية بتبقى منقطة، كمان فرق اللون بينها وبين الجلد يعني، حتى الشخص الأبيض هي بقت أبيض حليب يعني، بقت التون بتاعها حتى أبيض على بينك، فهي الفرق اللون ان هي دي بيجمنتيشن. وكمان انما البتريزس فيرسي كولر كانت في الترنك لانها تي شيرت ديستريبيوشن، هنا في الايد اهي بالمنظر ده الفيتيلجو، حتى الشعر ابيض كمان هنا اهي في الاكروفيشيال تمام، ودي في الهاند دي الفيتيلجو، ده منظرها اهو في النك. لا صورها مميزه جدا، هنا مثلا رموش بيضاء، هنا الطفل واخده اهي نص يعني جزء من وشه دي طبعا اللي هي اليونيفرساليس اللي احنا العلاج بتاعها بيكون العكس تماما عن بقيتهم. بعد كده السكين ديزيز ويز بابيولز اند اور بليكس،
اشهرهم السورايسز، واحنا اوريدي اتكلمنا عنه في الاول خالص لان هو كان حاططها مع السكالب ليجن. السورايسز عباره عن سيلفري وايت سكيلز، تمام، ودي سورايسز فالجاريس، وفيها الاوسبتساين زي ما احنا شايفين اهو، واشهر مكان ليها الاكستنسور سيرفيس بالمنظر ده. كل الصور متعاده. بعدين كده النيل بقى، النيل بتاع السورايسز ان هو البيتنج، عارفين البيتنج يعني ايه؟ اكني جبت الدبوس مثلا او مسمار وعملت نقط 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 في الضفر بالمنظر ده، دي اسمها نيل بيتنج، ودي مميزه جدا للسورايسز. دي السورايسز فالجاريس، ودي صوره الكوبنر فينومينا اللي غالبا بتكون لينير ليجن. دي السورايسز اهي، سيلفر وايت سكيلز، تمام. قال لك دايجنوزس، هتقول له سورايسز فالجاريس، والتريتمنت بتاعها والله يعمل لها بقى توبيكال ستيرويد، عندي له فوتوثيرابي، تمام. وده نفس الشيء، دي بقى الجاتيت سورايسز اللي هي بتكون زي نقط الميه كده بالمنظر ده. الفليكتشرال هتكون ما فيش فيها سكيز، هتكون شايني. النيل سورايسز خلاص عملناها. الارثروباثيك طبعا صوره ايد المفاصل ضربه خالص بايظه خالص، فهي ارثروباثيك في المفاصل. البالمو بلانتر وباستولار سورايسز ان هو سترايل باس، يعني هي لونها اللي هو النقط المسفره دي اكنه باس، وكده بتيجي في البالم والسول. الريثروديرميك سورايسز ده موست سيفير فورم، ده اللي هو احنا اتفقنا ان الريثروديرما معناها سكين فيلير، بيحصل اريسيما والتقشير بالمنظر الفظيع ده. ولكن اشهر صوره لو هيجيلك سورايسز فالجاريس، هو مش هي يعني مش هيصعبها عليك ولا هيتفزلك خالص، هو هيجيب لك صوره زي الالبو او زي صوره الني دي او الاوسبت ساين دي، تمام. تمام. البتريزز روبرا بيلارس اصلا مش عليكم في المنهج، فمش عارفه هو حاطط صور ليه، ما تبصش عليها اصلا، الا يعني مش هيجيب لك عليها سؤال ان هي اصلا مش عليك في النظري. طيب اللايكن بلانس، اللايكن بلانس احنا كنا قلنا حروف بي كتير، فهي بتبقى لونها على موف شويه زي ما احنا شايفين، هي لونها على موف شويه وهي بليك، وبرضو عليها زي قشر بسيط، وبتكون بقى عكس السورايسز، بتكون في الفليكسور، تمام. ده اللايكن، وفيها طبعا برضو كوبنر فينومينا. ده منظر اللايكن بلانس، ده منظر الكوبنر فينومينا. يعني الحاجه اللينير دي بتبقى كوبنر فينومينا لان هي كوبنر فينومينا بتيجي في مكان التروما، فغالبا ده بيهرش فالمكان الهرش، الخط بتاع الهرش كده بتاع ضفرك هو بيطلع عليه الليجن. الاورال ففي الفيكم سترايا اللي هي الشبكه النتورك دي اللي في خده، وده دي نفس الشيء واضحه اكتر. دي بقى المميزه جدا جدا في اللايكن اللي هي التريجيوم، هو ده التريجيوم، شايفين حته الجلد اللحم دي اللي طلعت في الضفر زي المثلث كده، دي اللي هي التريجيوم اوف نيل، ودي مميزه قوي لللايكن. بعد كده اللوبس فالجاريس اللي هو ايه، اللي هو التي بي، كانت بتطلع بالمنظر البليك ده، وكانت المميز فيها الابل جيلي نوديول، كان التست اسمه دايسكوبي تيست. التيبركلويد ليبروسي ده اللي هو اهو، تيبركلويد ليبروسي شبه اللي هو بليك، دايره محمره في الخد، صعب شويه يجيبها. ده البوردر لاين، وده البروماتوس ليبروسي طبعا، دي لو هيجيب ليبروسي هيجيب البروماتوس ليبروسي عشان تشوف الفيشز بتاعته اللي هو اللينون فيشز، وشايفين الودن حصل فيها ثيكنينج ازاي، والليجن عامل ازاي، والنوديولز طالعه يعني طالعه، شايفين طالعين في لسانه يعني في مناخيره، وده طبعا ده السيفير قوي البروماتوس ليبروسي، اتفقنا ان هو بيكون مينلي في السكن. ده طبعا الديفورميتي دي بتحصل بسبب ان هما انت بتفقد الاحساس، وبيحصل مالتيبل تروما او بيرن او اي حاجه هو مش حاسس، فبيبتدي يحصل جنجرين وتموت وتتقطع. طبعا النيزل سيبتم اتاكل اصلا. طيب دي السكن ديزيز اللي بريزنت ويز بابيول خصيصا، ودي اشهر حاجه طبعا الورت. طبعا الكومن وورت اللي هو الفيروكا بيكون رف سيرفيس زي ما احنا شايفين كده، شايفين انت تخيل كده تحط ايدك عليها تحس انت هتتشوك، فهي رف سيرفيس، تمام، وبابيول ودوم شيبت، وموجوده اهي في الهند. الكومن وورت بيجي في اي مكان عامه. البلين وورت، البلين شايفين دي بقى مبططه ازاي، البلين احنا كنا بنقول ان هي فلات توبت بابيول، تمام. طبعا في كوبنر فينومينا. الكومن وورت اهو اهو على الشفايف على اللبس، في الهند بالمنظر ده، وفي الايد بالمنظر ده، ده برضو كومن وورت شايفين في النوز ده، هنا في وشه اهو، في وشه اهي شايفين، يعني يا سلام
ميكروسكوب بقى ولا عدسة مكبرة ونقعد نبص وهي في رجله وهي بالمنظر ده، ده سيفير فورم، فتحس ان انت هتتشوك. البلين بقى اغلبه بيبقى في الفيز، تحس ان هو اهي ممسوح كده، تحسه مسح كده فلات توبت بابيول. ده البلين وورت، بلين وورت اغلبه هيبقى في الفيس، بلين وورت وبلين وورت. ده بقى الفيلي فورم والديجيتي فورم. الديجيتي فورم شبه الديجيتس، شبه شويه الكومن وورت باي ذا واي. الفيلي فورم شايفين اللي هو خط كده شعره كده، ده برضو فيلي فورم وديجيتي فورم ميكس مع بعض. ده الديجيت شايفين عامل ازاي، شبه الفروكم، هم كلهم وورت، كلهم بابيول، كلهم راف سيرفيس. البلانتر بقى اللي هو في البلانتر سيرفيس، وكنا بنفرق بينهم فاكرين الكورن والكالوزيتي وكده، ان هو في بليدنج يبقى ده بيفرق، ده البلين وورت البلانتر قصدي وورت بيبقى فيه بليدنج بوينتس او سبوتس، والحاجه الثانيه يعني ايزلي بليد، والحاجه الثانيه ان هو فكره السكن ريدجز، ده اللي كان بيفرق بينه وبين الكالوزيتي اللي هو الكالو، كان بيفرق بينه وبين البلانتر وورت حوار السكن ريدجز، هل هي تختفي ولا لا. ادي صور تانية للورد، هنا بيقولك يعني ان هو شايفين بليد ايزلي وبقى بتخر دم لما شالها وكده. الجينيتال وورد دي مهمه قوي 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 قوي، عشان هي بتفرق بين الكوندايلوما اكيوناتا والكوندايلوما لاتا. ده المنظر بتاعها، كولي فلاور ماس يعني، ربنا يشفيها. طيب الملاسكم كونتاجيوزم المميز فيها ايه؟ اللي هي امبلايكيتد، الامبلايكيتد، ولما بعمل لها سكويز بيطلع شيزي ماتيريال يعني شبه الجبنه كده. امبلايكيتد يعني شايفين الحفره اللي في النص دي، هي دي الفكره. هو عامل زوم يعني سبحان الله. فاحنا نحمد ربنا ان القسم هيجيب كيسز، فانت هتعرفه اصلا من الكيس سيناريو ان شاء الله يعني، وبتتاكد من الصوره، او بتعرف من الصوره وبتتاكد من الكيس سيناريو على حسب انت موضع قوتك فين يعني، مذاكر مين احسن. ده الملاسكم او بالمنظر ده الامبلايكيتد بابيول صغيره، شايفين حاطط صوره الرجل لو خدت بالكم في كل بتاع، فلما يجي في الامتحان هيجيب الصوره الاصليه. ما ننساش طبعا ان هي لما بتيجي حوالين في الانوجينيتال اريا بالمنظر ده في الاطفال يعني اسسبكت سيكشوال ابيوز، ده بقى حاله سيفير جدا. طبعا الحاله السيفير اكسكلود اتش اي في طبعا. بابيلر ارتكاريا تاني، زياده الخرخرين بتاعه الناموسه. اذر سكين ديزيزز بقى بتريزز روزيه طبعا، الهيرالد باتش مهم قوي، الحوار الكولوريت اوف سكيلز، وان هي اوفال وراوندد ويل ديفايند، ودي لارجست ليجن، والفري سنتر الفري ايدج اوف سكيلز بتكون توورد السنتر. يعني ايه؟ يعني السكيلز اهي تمام، في سكيلز داير ما يدور، بعد كده في خط احمر حواليها يعني في ريثيم حواليها تمام. فبيقول لك انه الايدج بتاع السكيلز ده بيكون توورد السنتر ماشي، وبيبقى في روزي ريد ايدج ويز كولوريت اوف سكيلز زي ما احنا شايفين كده شبه الياقه. دي الهيرالد باتش، دي البتريز روزي، اهي بتريز روزي بتكون روز كولر اهي، مميزه جدا، شكلها مميز جدا. السنتر بيكون كلير وحواليه روزي ريد ايدج كده بالمنظر ده، ليجن مميز. التينيا باربي اللي هي التينيا موجوده في الماستاش ايه في الشنب زي ما احنا شايفين بالمنظر ده، وموجوده في منطقه الدقن، موجوده في منطقه الدقن التينيا دي. تينيا سيرسيناتا المميز جدا في التينيا كلمه اكتف بوردر. اكتف بوردر يعني ايه؟ يعني البوردر محمر جدا و في ليجن، وبيبقى هوريكم صوره اوضح شويه يعني مثلا الصوره دي. والله هي فكره ان البوردر اللي حواليها دي محمر جدا واكتف وفي بابيول وكل الليجنز، هي الريزوليوشن بس بتاع الصور مش افضل حاجه، بس هي واضحه يعني. تانية سيرسيناتا اهي في الجسم، هي شايفين تحسوا كده انه في دايره جواها دايره وبينهم كلير تمام، والبوردر مليان بقى فيه قشر وفيه بابيول صغيره وهكذا. دي خفيفه قوي مش هيجيب لك دي، هو لو هيجيب لك هيجيب لك صوره البنوته الجميله دي مميزه جدا يعني، وصوره المناخير الصوره دي. فكره التانية ان هي بتكون البوردر بيكون محمر قوي، محمر قوي يعني، فهو اسمه اكتف بوردر. تانية سيرسيناتا اهي شايفين مميزه جدا ازاي، البوردر محمر وكده جوه فيه ليجن صغير وفي النص بينهم الدنيا كلير.
اي دي برضو واضحة قوي قوي، يعني الاكتف بوردر وفي نورمال سكين وبعدين تاني بوردر وهكذا. وده برضو دي تانية سيرسيناتا، دي تانية سيرسيناتا الجيوغرافيك اصلا ديستريبيوشن شبه خرائط الجغرافيا. ودي في الجروين اريا، دي تانية مانم اللي هي في الايد. وده ممكن جدا يجي لك سؤال، يعني ممكن يجي لك سؤال حتى لو ما جالكش مثلا على التانية، ممكن يجي لك مثلا على الكانديدا، يجيب لك صورة كانديدا ويسألك ويقول لك مثلا لو التانية او درماتوفايت انفكشن في النيل اسمها ايه. فانت بقى تفتكر ان مانم دي في الهاند، دي في الهاند، والانجم او الانايكومايكوزيس هي دي اللي في الايه، في النيلز. تمام، دي اللي بالنسبه للدرماتوفايت. يعني دي برضو التينيا مانم عامه، التينيا هي هاند فيها ليجن، هتلاقي برضو اكتف بوردر على الاطراف الاحمر وفي النص بينك خفيف، هتلاقي على الاطراف دايما غامق وفي النص فاتح، هنا غامق وفي النص فاتح، هو نفس الليجن بس في اماكن بقى مختلفه. تينيا بيدس، ومهم قوي قوي شايفين ما بين الصوابع الرجلين، دي مهم تينيا بيدس، لان عامه تينيا بيدس الكومونست والانتر ديجيتال ده الكومونست بتاع الكومونست، دي بتاعه السول اللي هو الهايبر كيراتوتيك، ودي الاونايكومايكوزيس زي ما اتفقنا. ده اونايكومايكوزيس، اونايكومايكوزيس هتقول لي اعرفها ازاي، الطفر متاكل اصلا. هقولك والله لو هو مفيش فيه البيتنج، يعني انت شايف هنا في سيكنينج كده، تحس ان الضفر شكله تغلظ كده وبقى يعني لونه تغير changing color وبقى غليظ، بس مفيش فيه شكشكة الدبابيس اللي احنا كنا شفناها في السورايسس، ان انا ممسكتش، انا مش منقطاه، مش ماسكة انا دبوسه مخرماه، يعني شايفين مهما كان السيفيريتي بتاعه فهو عبارة عن ان انا اكني كسفته، خليته بس شكله غليظ وكثيف. انما السورايسس كان ان نيل بيتنج، واللايكن بلانس كان فيه اللي هي التريجيوم، ودي شكلها مميز ومختلف جدا عنه. انما غير كده هو الاونايكومايكوزيس، لدرجة ان ممكن اهو شايفين ان النيل بليت يتاكل اصلا. ده اونايكو مايكوزيس وتينيا كوربوريس، يعني في عشان في الرجلين وكده، يعني سيفير بقى وبتطلع. دي بقى تينيا كروريس اللي هي موجودة برضو اكتف بوردر، برضو هتلاقيه عند الاطراف لونها غامق وفيها فيزيكلز وبولي واو، ومن جوه الدنيا لونها افتح سيكا انتر ديجيتال. هنا بقى دخلنا في الكانديدا، بقى دي كانديدا بقى المونيليا، دي كانديدا. احنا كده خلصنا التينيات، هنا بقى الكانديدا، هنا بقى المونيليا او الكانديدا المميز فيها بقى بارو نيكيا، يعني اونيكيا وبارو نيكيا. تمام، انما الاونايكومايكوزيس دي بتاعت التينيات، ماشي. البارو نيكيا دي بتاعت الايه، الكانديدا. شايفين هنا الانفلاميشن موجود في الايه، في النيل فولد، دي النابكن كانديدا، ودي الكانديدا الانتر ترايجو، ودي برضو كانديدا الانتر ترايجو. ودي بقى هتقول لي طب افرق دي ازاي ما بينها وما بين التينيا كروريس؟ هقول لك معاك حق ومش معاك حق. هتقول لي ليه؟ هقول لك بص يا سيدي، فين اصلا تينيا كروريس راحت فين؟ هقول لك والله التينيا كروريس بص عامله ازاي، في اكتف بوردر، ومن هنا من الناحيه اليمين دي من بعد الاكتف بوردر في نورمال سكن، ومن الناحيه الثانيه اللون بيفتح شويه، وهنا كذلك. تمام، طيب هنفرق بينها ازاي وبين الكانديدا بقى؟ شايفين الكانديدا مفيش بوردر، يعني هو مفيش بوردر، هو في نقط 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 نقط، واخدين بالكو انه مفيش بوردر ثابت كده، لا النقط دي شايفين النقط دي اهي، النقط دي هنا برضو شايفين النقط اللي على الاطراف، مفيش بوردر. النقط دي اللي هي الساتلايت، والساتلايت دي مميزه وباثوجنومونيك قوي للكانديدا. فشايفين هنا الفرق بين نقط 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 نقط، والدنيا طبعا محمره. طبعا انت بالنسبه لك يا عم ده جروين اريا واحمر وخلاص، لا ده هنا في بوردر، هنا يعني حرفيا اكنه لابس حاجه، خدتوا بالكم يعني عينيكم لاحظه الفرق؟ ده بوردر، انما ده هنا حتى هنا اهي يعني سب ماماري، هنا برضو مفيش بوردر، هنا في نقط نقط نقط. النقط دي اسمها ساتلايت نوديولز، ودي مميزه جدا. بعد كده اورال ثراش، خلاص كلنا عارفين بنطلع لساننا في الصيام اصلا، انت صايم مطلع لسانك نلاقي حاجه بيضه عليها، هي دي الاورال ثراش. الاكيوت اتروفيك اورال كانديديزيس، مش هتلاقي حد يطلع لسانه في الاطلس ده من ساعه ما بدانا اللي هنا الا بالمنظر ده يعني. ده كرونيك اتروفيك برضو اللي هو جاي لك السنان، شايفين السنان السوداء كده من ورا يعني، وان هي يعني حصل فيها اتروفي بتاع دينتشر ستوماتايتس. وهنا
برضو سنانه الجنجفة كلها ورمة اهي. دي بقى زاد الموضوع شوية، ليكوبليكيا فأبيض لسانه، ده هايبر بلاستيك، دي الانجلر كرايتس اللي هو في الطرف، يعني في طرف البق كده في الانجل بتاع الماوس انجلر كرايتس، ودي كانديدا الفالفو فاجينيتس. كل الحاجات دي اقل اهمية بصراحة من اللي احنا قلناه. الانجيو اديما دي زيها يعني وزويلز، دي برضو المفروض تتحط اصلا جنب الارتكارية، بس بقى معلش فانجيو اديما وزاوت ويلز، انما دي انجيو اديما وزويلز لانه شايفين الويلز اللي هو في وشها، والانجيو اديما في عينيها. هنا بقى الانجيو اديما في الشفايف والبق يعني، من والسكين عادي نورمال حواليه. الاريسيبلس كنا بنفرق بينها وبين السلولايتس، ان هي بتبقى الاريسيبلس تكون ويل ديماركيتد، انما السلولايتس كانت ديفيوز شويه، بس هي غالبا بتيجي في الليج من اللي هو يعني رجله في الليج عامه، وبتكون احمرار زي ما احنا شايفين كده. وانتم ما فيش صوره للسلولايتس، فلو جت صوره بالمنظر ده تبقى اريسيبلس خلاص. الاريسيما مالتي فورم طبعا، والايرس ليجن والتارجت ليجن، وان هي بتتفعل او بيحصل لها رياكتيفيشن كتير قوي، او سببها غالبا الهربس سيمبلكس فيروس، عشان كده بيبقى حاططها لك كده دايما جنب شفه، في الشفه اللور ليب دي فيها هربس سيمبلكس ريكارنت، وجايب لك التارجت ليجن او الايرس ليجن اللي هو دايره وفاضيه، وبعد كده نقطه زي اللي هو اللي بتلعب فيها دارتس. دي فيكسد دراج ايربشن. الاكني فالجاريس طبعا احنا خدنا النوديول في النوديولار ليجن، خدنا النوديول وسيستيك فورم، لما اكني فالجاريس انت هتبص على وشه تلاقي بص رؤوس سودا اهي في مناخيره وفي خده وحب شباب صغير ورؤوس سودا وبتاع، احنا كلنا شفنا الاشكال دي سواء فينا او في اصحابنا او في غيرنا يعني. دي بقى اهي احنا النوديولز جت تاني اهي. دي اكني فالجاريس ممكن تظهر في الظهر بشكل سيفير جدا، ده مثلا في حالات الناس اللي عندهم دايابيتس او عندهم ديبليتينج ديزيز، ده مش شكل طبيعي. السوبريك درماتيتس بيعيدها لك تاني اهو. القشرة الشعر نفس الصور تاني، شفتوا هنخلصها. سوبريك درماتيتس، الديسكويد لوبس إرثماتوزيس بتكون يعني في الفيس اكتر وفي في السكالب وبس. شكرا ليكم، يا رب تكونوا استفدتوا، والموضوع والله ان شاء الله سهل وبسيط، وان شاء الله تخرجوا مبسوطين.